ما بين تمشكا، المرة الأولى كان تهمك الجمهور ديالك أنك بعتي الماتش مباشرة منها، أنك خلصت أغنية الغول. ديك الغول في هاد السنة هذايا واحد المشكل مع الإخوان المصريين، دي زيفان كيتهموا واحد شركة إنتاج مصرية أنها خدات لكم أغنية بدون حق. مدير إنتاج شركة مصرية كيخش في قنوات مصرية كيقول أن الأغنية مسلم عطي أوتوريزاسيون ديالها وأن الأغنية ما عندهاش مولاها. مسلم في هاد الصورة غايب على الصورة، شنو غيكون شركة الإنتاج والمشكل ديالو مع الديزيفان أن ما كانش التنسيق بيناتهم؟ شكرا. خاي اش غادي نقول لك؟ أنا السيد هذاك المنتج، هذاك المنتج ما عطيته لا أوتوريزاسيون لا والو. فعلا أنه دازت واحد المكالمة بيني وبينه، حيت واحد السيد صديق ديالي هو تما، هو مغربي مصري. ودوزوا لي في التليفون وهضرت معاه، هادشي من مور موقع المشكل، وكان قال لي زعما غادي نوصلوا لواحد الحل سلمي وهادشي اللي كاين، فهمتيني؟ فما ما عندوش زعما من عندي شي ترخيص ولا شي حاجه غير كيهضر وصافي. وجاو وخداو اغنيه وحطوها في الفيلم ديالهم بحال ما تشاوروا مع حد، ما سولوا حد. بمناسبه انك كتشارك في مهرجان الراي، مسلم واش ما كيفكرش انه يدير شي اغنيه ولا مع شي شاب كيغني الراي باش انه ينفتح على الجمهور تاع الراي؟ نعم. والجمهور الجزائري والوجدي وجمهور الراي بصفه عامه. خي كنفكر فيها، علاش لا؟ وغادي نعملها ان شاء الله في اقرب وقت، غير ما جاب حتى شي الوقت. كنعرف بزاف الاصدقاء ديالي، منهم مثلا رامي لاباش، كاين بزاف الدراري كيغنيو الراي ودراري كيعجبوني انا شخصيا. ان شاء الله غتجي شي فرصه ونعمل معاهم شي عمل، لان الراب كيقدر يتاقلم مع الفنون كامل. السلام عليكم. مرحبا بك اخي مسلم بوجدة، معك ستين هيسبريس. واحد السيناريو ديما كيتعاود، ديما كيقولوه، وكان كان ديجا كان شحال هادي، كان واحد المشكل مشكل ديال كلاش ما بين دومبيك ونتايا، ياك موراها كان سمعنا واحد الخبر شي ديو ولا كاين شي هضره باش تكون شي ديو، ولكن سنوات ديما كنسمعوا قريب العاجل قريب العاجل، خصوصا الا كانت شي حاجه تكون شي قنبله بشكل خصوصا في اربع فوات. اخويا اش نقول لك؟ حاليا دابا العلاقه مع البيك يعني مستقر، يعني ما بيس، ما كاينش شي مشكل ولا شي حاجه، داك الشيء دوزناه شحال هادي. والقضيه ديال الديو يمكن مع الوقت ما نعرف نقدروا شي نهار تجمعنا شي فكره ونخدموها، ماشي مشكل، يمكن ماشي بعيده زعما. مي حاليا دابا باش ما نكذبش عليك ما كاين حتى شي حاجه دابا حاليا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. شو سبورت؟ كتجيك بزاف ديال الانتقادات على هذا الاسم الفني مسلم، واش ما كتفكرش ان تغير الاسم او انك تخلى عليه؟ لا بالعكس، انا كنحمد الله وكنشكره انني كنت في واحد الوقت انني شاب مراهق ومأثر بالثقافه الامريكيه، وانني فكرت نسمي راسي واحد السميه اللي كنعتز بها وعن قديما نعتز بها مسلم. واحد السميه اللي غتبقى تجي معايا واخا نكبر، فهمتي كيفاش؟ يعني بالعكس انا فخور بهذه السميه هذه، وكنت قريب نسمي ولدي هذه السميه هذه كاع، يعني بالعكس